قطر أصدرت أذون خزانة جديدة بقيمة 220 مليون دولار. الدين الجديد جاء لتغطية ارتفاع النفقات اللازمة لاستضافة كأس العالم. أمير الإرهاب اعتاد الاستدانة خلال العام الجاري بعد أن استنزفت ثروات البلاد في دعمه للإرهاب. الديون ارتفعت خلال العام الجاري فقط إلى 8.4 مليار دولار. المالية القطرية قدرت عجز الموازنة بقيمة 28.1 مليار ريال. ورغم كل ذلك، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فجر مفاجأة بإمكانية سحب حق التنظيم الفردي من قطر لضعف إمكاناتها. تميم يدمر مستقبل أجيال قطر بالاستدانة ليرضي غروره.